نعم، تحياتي لك يا احمد وتحياتي للساده المشاهدين. كما ذكرت بدات اليوم انتخابات الاعاده في السفارات والبعثات الدبلوماسيه والقنصليات البحرينيه في الدول المختلفه، وهنا في جمهوريه مصر العربيه في سفاره البحرين التي يعني من ضمن عدد من السفارات، وهي 29 سفاره وبعثه دبلوماسيه وقنصليه خاصه بالبحرين في دول العالم. عدد البحرينيين الذين قد صوتوا في المرحله الاولى من الانتخابات النيابيه والبلديه في السفارات المختلفة في الخارج خارج البحرين بلغ 300 و600 بحريني، ونسبة المشاركة بشكل عام في الانتخابات كلها في الفترة الأولى من هذه الانتخابات قد بلغ ما يقرب من 67% للانتخابات النيابية و70% للانتخابات البلدية. لمزيد من التفاصيل حول الانتخابات، انتخابات الإعادة هنا في سفارة البحرين في جمهورية مصر العربية، معي الآن سعادة السفير الشيخ راشد بن عبد الرحمن الخليفة يحدثني بتفاصيل أكثر حول عملية الانتخاب. تحرر حضرتك يا فندم، وكل عام بخير. شاهدنا ورصدنا، كاميرا اكسترا نيوز كانت في البحرين، رصدنا إقبال كبير من الناخبين في البحرين. كيف هو الأداء الخاص بالانتخاب الآن في الإعادة؟ أولا يعني أمسي عليكم بالخير وأشكرك على الحضور وتغطيتك للانتخابات الإعادة. ومثل ما تفضلت يعني الانتخابات بالبحرين في الجولة الأولى شهدت أرقام غير مسبوقة وحضور متميز من البحرينيين، فيعني كل التهاني وتبريكات القيادة الرشيدة وإلى شعب البحرين الذي يعني أكد بحضوره يعني وتأكيد صوته يعني مشاركته في الحياة النيابية والمرحلة الجديدة السياسية إن شاء الله في مملكة البحرين. مثل ما تفضلت ايضا اليوم تجرى الانتخابات الإعادة في سفارة مملكة البحرين في الخارج، ويعني افتتحنا الابواب من الساعة 8 صباحا، والحمد لله الحضور يعني في تزايد، ويعني الكل اشوف الكل متشجع والكل رغبان انه يدلي بصوته ويأكد حق الدستوري بالانتخاب وترشيح من يرونه مناسب، وان شاء الله يعني الامور كلها تمشي بالطريق الصحيح. ويعني يوم السبت القادم ستشهد مملكة البحرين آخر مرحلة من مراحل الانتخاب وتشكيل المجلس، وحنعرف من الفائز في النهاية إن شاء الله. إن شاء الله. سعادة السفير، يعني كان هناك كما قال سعادة وزير الإعلام في البحرين أن هناك رسائل تهديد قد وصلت إلى المرشحين، وتم إثبات أن هذه الرسائل جاءت من إيران، وأيضا كان هناك رسائل قد وصلت للسادة الناخبين أيضا في البحرين بعدم الحضور وعدم النزول لأن أسماءهم لم تكن مقيدة في الجداول الانتخابية، ولكن كل هذا تم إنكاره في البحرين، وأثبت الشعب البحريني أنه يريد أن يلبي الواجب كما هو الشعار في هذا العام، ونزل بأعداد كبيرة. كيف تأثر البحرينيون المقيمون هنا في جمهورية مصر العربية بمثل هذه الرسائل؟ صحيح، يعني مثل ما أنتم عارفين مملكة البحرين ليس مستغرب التدخلات الخارجية للأسف من بعض الجهات اللي قاصدة أن تكون المشاركة ضعيفة، ويعني قصد التأثير على البحرين وانتخاباته، ولكن الحمد لله الجمهور كان موجود والمواطنين كلهم حضروا، ويعني مثل ما أنتم شفتوا يعني على الهواء مباشرة من البحرين يوم السبت الفائت الحضور كان متميز، والحمد لله المراكز كلها كانت مملية بالناخبين، ونسبة حضور يعني مثل ما قلت لك سابقا غير مسبوقة، 67% من النسب العالية جدا ليس فقط في المنطقة وإنما في العالم، فهذه أبلغ رد أعتقد على كل المغالطات وكل الأمور اللي جينا من التدخلات الخارجية، وهذا أعتقد حرص وتأكيد من البحرينيين بأن يعني ثقة يعني في المشروع الإصلاحي لسيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظ الله ورعاه، وثقة يعني للمجلس النواب المنتخب الجديد إن شاء الله. يعني ما أعتقد أن هي أثرت علينا في الناخبين اللي شاركوا معنا هنا في جمهورية مصر العربية، ولكن يعني احنا دائما نكون مستعدين لمثل هذه الأمور، وأنا أعتقد أن الأمور تجري بكل سلاسة والمعلومات متوافرة، والمسؤولين الله يجزيهم خير يعني رغم الظروف رغم انشغالاتهم يوم السبت، ولكن حرصوا على تفنيد كل هذه الأمور اللي حاصلة، ويعني ولم أعتقد تلقي أي اهتمام من مملكة البحرين.
أيضا مركز نزاهة لمراقبة الانتخابات التابع لجمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان تحدث أن هناك حملة الآن في البحرين باسم الدين هي موجهة ضد مرشحة من المرشحات في انتخابات الإعادة على السوشيال ميديا بشكل عام. كيف تجد ذلك من صدى ذلك على الناخبين البحرينيين هنا في جمهورية مصر العربية وتحديدا المرأة البحرينية التي كانت بطلة صراحة في الانتخابات في الداخل؟ والله شوف الناخب البحريني ناخب واعي ويعرف يقدر الأمور بصحيح. طبعا الحرية بالاختيار من يراه مناسب، وأنا أعتقد أن يعني سيتم يعني المرشح هو الأفضل، أعتقد هو اللي راح يتقدم ويكسب إن شاء الله في الجولات القادمة. أما بخصوص يعني ما ذكرت عن مركز نزاهة، يعني مركز نزاهة شارك معنا في الانتخابات اللي فاتت كمراقب الأسبوع اللي فات، اليوم طبعا هو بيغطي أحلى السفارات الأخرى، تواجده أعتقد يعطي صبغة أيضا ثقة للناخب، ويعني بأن إن هناك شفافية أكثر ومقدرة، فكل الشكر لهم. وأنا أعتقد أن مثل ما قلت لك المواطن البحريني مواطن يعني واعي ويعرف بالضبط يعني كيف يعالج الأمور بنفسه بصراحة. نتمنى لكم التوفيق الشيخ راشد بن عبد الرحمن الخليفة، شكرا جزيلا لك ونتمنى لكم التوفيق دائما. ألف شكر يا أخوي، ألف شكر مرة ثانية لقناة إكسترا نيوز على الحضور، ويعني حرصهم أن التواجد معنا السبت الثلاثة اللي فات والسبت بالبحرين، واليوم يشاركون معنا مرة ثالثة، وإن شاء الله نتمنى نشوفهم دائما وأبدا في أحسن الأماكن إن شاء الله. شكرا جزيلا يا فندم، شكرا جزيلا. إذا أحمد، يعني كما ذكر سعادة السفير لم يتأثر الناخب البحريني بهذه المهاترات التي قد وصلت على الهواتف الجوال الخاصة بهم، لم يتأثر المواطن البحري ولا البحريني ولا أيضا المرشح هذه التهديدات التي تم إثبات أنها قد وصلت من إيران، وإنما قام البحرينيون بالذهاب إلى صناديق الانتخاب وأدلوا بأصواتهم، فأصبحت هذه النسبة هي أكبر نسبة في المشاركة تشهدها البحرين من قبل الجانبين من المرشحين وأيضا من الناخبين منذ بداية هذه الانتخابات في عام 2002. شكرا جزيلا أحمد، وعودة إليك مرة أخرى. أنا أشكرك شكرا جزيلا أيضا أحمد رجب مراسلنا على الهواء مباشرة منضم إلينا من مقر السفارة البحرينية بالقاهرة لمتابعة بدء تصويت المواطنين البحرينيين المقيمين خارج البحرين في الانتخابات النيابية والبلدية في جولة الإعادة فيها. أشكرك شكرا جزيلا.